صباحكم مستمعينا الكرام عبر أمواج إذاعة أغابيل 106.8. صباح الأمل وصباح الدعوات المستجابة. إذن سفر جديد دائما مستمعينا الكرام ومحطات متنوعة. كل هالشي دائما في برنامجكم الصباحي صباحيات أغابيل. ولا نمل مستمعينا الكرام دائما أن نقول لكم أننا نحبكم، فالحب هو سر الحياة، بل الحياة الله يجعلنا متحبين. قبل ما نولدهم كان نرسم واحد الصورة مثالية لواحد الشخص، واحد الولد اللي غادي نجيب للدنيا، ولكن خصو يكون ديك الصورة. وكان بدا ملي كان يجي ديك الطفل للدنيا ولادي، كنصطدم بأن هاد الطفل ولا هاد الولد ولا هاد البنت ولا هادي غنمشي ديك الصوره اللي انت عملتيها مثاليه في جميع الاشياء اللي بغيتيها، ماشي ان ديسان اللي رسمتيه ولا اله كتصنعها. صراحه انتقال ديالي الى بلجيكا لسبب عائليه الدرجه الاولى، والتحقت باذاعه المنار في ديك الساعه، كانت سميتها اذاعه المنار، وثلاث شهور من بعد ولات اذاعه أغابيل، يعني الإدارة العامة التصغيرات، وعيطوا لي باش نكون يعني اون ريداكسيون مع صحفيين باللغة الفرنسية اللي ما كانش قبل، كانت كما كنقول باللغة الفرنسية سيتي لا بريستوار دو لا راديو، يعني بدينا من الزيرو، يعني عاد كونا صحفيين صغار وبزاف ديال لي ستاجير، وتدريجيا عطينا واحد لا فيزيبيليتي للإذاعة ديال الجالية هنا في بروكسل، والحمد لله كنظن دابا راه من السياسيين ومن الاقتصاديين ومن الثقافيين كلهم دابا كيعرفوا اذاعه أغابيل في بروكسل اللي كانت تمثل الجاليه المغربيه، ولكن الجاليه التونسيه والعربيه بصفه عامه. رئيس تحرير بالقسم الاخبار باللغه الفرنسيه، عندي يوميا نشره بين 12 والوحده، وكنطرح فيها مواضيع مختلفه بالدرجه الاولى السياسيه. التحقت بالاذاعه منذ 2012. القسم الرياضي بإذاعة أغابيل كيشمل يعني برامج رياضية متنوعة كتغطي جميع الأنشطة الرياضية، خصوصا مادام أن احنا الإذاعة العربية الوحيدة في بلجيكا، نحاول دائما باش نقربوا الجالية العربية والمغربية التونسية والجزائرية خصوصا من الأحداث الرياضية، يعني في الدوريات المغربية، الدوري المغربي التونسي والجزائري والمصري كذلك، وفي بعض الاحيان نعاود كندوزو يعني الدوريات يعني الخليجيه والعراق، ويعني مجموعه من الدوريات العربيه والمغاربيه، وكنقومو كذلك بتغطيه يعني المنافسات القاريه، سواء تعلق الامر بكاس افريقيا الامم، تعلق الامر بدوري ابطال افريقيا لكره القدم، كاس الكونفدراليه، الاستحقاقات ديال المنتخبات العربيه والمغاربيه. إذن كلها هذه مواد مهمة بالنسبة لنا في يعني في القسم الرياضي. كما كان نقدموا فقرة دائما كذلك كل يوم أحد من 7 إلى 9 مساء، برنامج الشوط الثالث اللي كنحاولوا من خلاله، عندنا فقرتين، الفقرة مخصصة للقسم العربي يعني ما يتعلق بالكرة العربية، والقسم الثاني نخصصه للدوريات الأوروبية. برنامج صباحيات هو برنامج إذاعي منوع، يعني بنحاول من خلاله أنه نكون أقرب إلى مستمعينا الناطقين بطبيعة الحال باللغة العربية. وتواجدي في بلاتو صباحيات اللي هو برنامج يعني منذ سنوات طويلة، أنا التحقت فيهم من فترة تقريبا سنة، هو يعني لإضافة لهجة جديدة على البرنامج، لأنه مثل ما تعرف أنه الجالية الأكبر المتواجدة في بلجيكا هي الجالية المغربية، والآن أصبح ما شاء الله يعني في عنا كل الجنسيات العربية متواجدة في بلجيكا، فحبينا أنه نزيد هالإضافة حتى يفهمنا أكبر عدد من المستمعين الناطقين بطبيعة الحال.
الحال باللغة العربية. صباحيات هو برنامج منوع، يعني في أخبار، في موسيقى، كل يوم عم بنحاول نثير ونقدم مواضيع، طبعا المواضيع اللي هي بتهم الجالية العربية بالدرجة الأولى في بلجيكا، واللي كذلك تهم العالم العربي بشكل عام، فمستمعينا يعني في بلجيكا وخارج بلجيكا. وإحنا يعني صراحة سعداء أنه في مستمعين كتير عم بيتصلوا معنا من المغرب ومتابعين البرنامج بشكل يومي، وهذا الشيء يشرفنا. وإحنا يعني نسعد بكل عربي، بكل شخص ناطق بلغة الضاد أنه يتواصل معنا ويقدم لنا أكيد مقترحات أو المواضيع اللي بتهمهم. وإذا في شيء يعني أكيد حابين يعرفوه عن بلجيكا وعن الحياة في بلجيكا وعن طريقة الحياة في بلجيكا بالنسبة للجاليات العربية، ما إلهم إلا أنه يسمعونا كل يوم على صباحيات أرابيل. بالنسبة للتكلم على الإذاعة، هو قبل كانت يعني كثير من التجارب الجيدة، كانت مجموعة من الإذاعات وفي فترة معينة تحدت في إذاعة واحدة، واللي كانت قبل منها كانت المنار، والآن أغابيل اف ام 106.8 وهي الآن الوحيدة الموجودة هنا ببروكسل. بطبيعة الحال فيها نسبة 30% بالعربي و 70% باللغة الفرنسية. بالنسبة لبرنامج صباحيات أرابيل، هو البرنامج اللي صراحة كما قلت لك في الكواليس، هو أنه يعتمد على ركائز تعليمية توجيهية، التعلم، الفن، كذلك السياسة الأخرى، الرياضة، يعني كنحاول ما أمكن، كذلك الجانب الصحي، التغذية، يعني من خلال هذا البرنامج اللي هو الوحيد باللغة العربية الآن، كنحاول أننا نأخذ مجموعة من المشارب ومجموعة من الآراء المختلفة، وخصوصا نحن هنا في بلد بروكسل اللي معروف بطبيعة الحال بالتنوع الثقافي والجنسيات المختلفة، حتى على مستوى الآن العربية كذلك، رغم أن نقول لك بأن نسبة المغاربة يعني بشكل كبير الحمد لله هنا في بروكسل، لكن الآن كنشوفوا مجموعة من الجنسيات العربية المختلفة، ولهذا كيخلينا أننا نفتحوا على جميع الثقافات العربية يعني مع العولمة ومع هالانفتاح والتطور أصبح من الصعب، يعني في كثير ناس، أنا وفي أصدقاء لإلي يعني تلاقي مثلا دكتور بس ابنه راح يدرس.